هامش اللقاء رد محسن بالعباس على منتقد حزبه لدى إثارته موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، بينما قال رئيس حركة حمص أن بعض الأطراف تريد لفت أنظار الجزائريين عن فشل التنمية بإثارة مواضيع مماثلة. مشكل الجزائر لا يتعلق بالميراث، مشكل الجزائر يتعلق بمنظومة حكم فشلت في تحقيق التنمية. هناك بعض الأطراف تريد أن تجرنا إلى نقاشات ليست هي الموضوع يعني، ونحن في الحقيقة لما استمعنا يعني تابعنا الموضوع لم نجد بأن صلب الحديث في تصريح الأرشيدي كان يتعلق بالميراث، وهذا الذي تأكدنا منه اليوم. تكلمنا في بيان رسمي للحزب ولكن ليس على الأحزاب السياسية، ولكن على بعض الشخصيات الذين يستغلون الدين لأغراض يعني ليس فقط سياسية، وحتى في بعض الأحيان عن إلى لأغراض مالية.